كتلة أهل الهمة، شباب يبني، وطن ينهض. السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية يا رب. إن شاء الله هنشرح المحاضرة الرابعة، ما بعرف إذا هتاخد جزئين أو جزء واحد، خلينا نبلش لحتى نختصر أي وقت. بس قبل كل هيك خلينا نراجع شوية شغلات إحنا دائما نراجعها قبل ما نبلش في محاضرتنا. إحنا صرنا عارفين من الرسم هاي إنه البلازما أو البلد بيفوت من هون، بيصير في عندي فلتريشن، البروتين ما بيصير له فلتريشن، صار في عندي أكثر من قوة هون. حكينا عن الكولويد أوزماتيك بريشر، وحكينا عن كديش الجي أف آر، وحكينا كمان إنه أثناء الطريق، أثناء لما يوصل التيبيولر فلويد، لما يوصل لعند الكوليكتينج داكت، راح يصير في عليه عمليات زي الري أبزوربشن والسكريشن. وحكينا عن المواد اللي بيصير لها ري أبزوربشن والسكريشن زي الأمينو أسيد والووتر وإلى آخره. وآخر إشي أو في المحاضرة الماضية حكينا عن الهرمونات اللي بتعمل كنترولينج لهاي العملية، خاصة الووتر زي الADH. وحكينا برضو عن مدرات البول، كيف آلية عملها، كيف هي بتزيد من عملية امتصاص، كيف بتزيد من عملية أو البومبز اللي حكينا عنهم، البومبز اللي بيعملوا عندي عملية تبادل السمبورترز والأنتيبورترز. في المحاضرة هاي يمكن نعيد شغلات حكيناها في المحاضرة الماضية، فهي عبارة يعني رح بشكل أساسي رح نحكي عن الهرمونات. أول هرمون رح نحكي عنه اللي هو الADH، ويمكن حكينا عنه برضو المرة الماضية، هو أنتيديوريتيك، يعني هو الهرمون المانع لإدرار البول. يعني إذا كان موجود بكميات عالية البول رح يطلع عندي concentrated، رح يكون بول مركز، ما رح يكون كميته كبيرة، رح يكون بول قليل بتركيز عالي. وهذا الهرمون بيكون أكثر إشي في لما الإنسان بحاجة لأنه يحفظ كمية الماء أو السوائل اللي في جسمه، ما بده يطلعها. فخلينا نمشي واحدة واحدة على الكلام اللي مكتوب أو اللي ذكر لكم إياه الدكتور في السلايدات أو من هكيو. في عندي سيستم بحكوا له ADH First Osmo Receptor. في عندي ريسبترز اسمهم أوزمو ريسبترز، هسه بنحكي عنهم. هذولا بيكون لهم وظيفة معينة، بيقيسوا قديش الأوزمولاريتي أو الأوزمولاريتي في الوسط اللي بيكونوا فيه، وبناء عليه بيكون فيها إفراز الهرمون أو إلى آخره من عمليات. فايش الميكانيزم تاعت الاكسترا سيلولر اوزمولاريتي؟ بحكي لك انه اذا زاد عندي الاكسترا سيلولر اوزمولاريتي، كل ما زاد عندي، لما احكي عن اوزمولاريتي بحكي عن ملح الطعام، فكل ما زادت عندي المواد الذائبه او ملح الطعام، هذا الاشي بحفز عندي ريليز لهرمون الADH. وهرمون الADH حكينا انه هو مانع لادرار البول، فبالتالي بيمتص عندي او بيعمل اعاده امتصاص ري ابزوربشن للماء اللي بيكون وين في التيوبولر فلويد، تمام. وهذا الاشي بيحكي لك انه بيعمل ستيميوليشن للثيرست، يعني بيحكي زي كانه الانسان بيعطش اكثر فبيشرب مي اكثر، لانه اصلا هو اوريدي بحاجه لسوائل، ما بده يفقد السوائل اللي بتكون عنده. بيعمل اعاده امتصاص للسوائل الموجوده عنده حتى ما يخرجها عن طريق اليورين، بيحتفظ فيها. وهذا الاشي بيعمل عنده ستيميوليشن للعطش، يعني ليش الانسان بيعطش من وراء الشغله اللي بتصير هاي. هنا بحكي لكم انه انا بدي اكون عارف انه في البلازما عندي كاتيون وانيون. الكاتيون هو الايون الموجب اللي هو الصوديوم، والانيون اللي هو الايون السالب اللي هو الكلور. والاوزموليتي بتعتمد في الاكسترا سيلولر، في الوسط الاكسترا سيلولر انا بحكي، تعتمد على ايش؟ على الان اي سي ال او ملح الطعام. وهذا كله بيعمل ستيميوليشن للاي دي اتش، توفره اذا كان متوفر بكميات عاليه، اذا ما كان متوفر بكميات، كله بياثر على الاي دي اتش سكريشن، تمام. فبحكي لي انه في عندي بالهايبوثالامس يكون في عندي الأوزمو ريسبترز اللي حكينا عنهم. هذول ايش؟ متى بيصير لهم ستيميوليشن او متى بيشتغلوا؟ لما تكون الأوزمولاريتي عالي، يعني لما يكون ملح الطعام بكميه عاليه، تمام. لما يكون ملح الطعام بكميه عاليه بيجي عندي بحفز هذا الاشي الهايبوثالامس، تعمل عندي الاي دي اتش بتبني. اذا الاي دي اتش بيطلع من عندي من الهايبوثالامس وبيتخزن في البوستيريور بيتويتري، تمام، بيتخزن في البوستيريور بيتويتري وبعديها بروح على الدم. وهذا الاشي اللي حكينا انه زياده الخاصيه الاسموزيه بتعمل ستيميوليشن للثيرست سنتر، يعني عفوا مش الخاصيه الاسموزيه، الاوزموليتي كل ما كانت موجوده هذا بحفز عندي مراكز العطش في الدماغ، وبتحكي للانسان انه اشرب مي، انت بحاجه لمي. احنا وظيفتنا ننزل الاي دي اتش
هنحتفظ في كمية السوائل، بس انت بدك تاخذ مي، بدك تشرب مي لحتى ما يصير في عندك اي مشاكل. فشوفوا عندي هون، طبعا احنا كنا نحكي فوق عن الكونسنتريشن يورين او الـ 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 البول المركز، هون راح نحكي عن البول المخفف. تمام، بحكي لكم هون بنحكي عن اوزمولاريتي اوف انترستيشيال فلويد. هناك كنا نحكي عن اكسترا سيلولار، تمام، نحكي عن الوسط الخارج، هون بنحكي عن الانترستيشيال فلويد جوا. لما تكون الاوزمولاريتي عاليه، تمام، الووتر كل مكان فيه اوزمولاريتي عالي، معناته الووتر راح يصير له ري ابزوربشن اكثر من التيوبولار فلويد، يعني راح يطلع الماء من راح يفوت الماء عليه، وبالتالي المي بتصير، يعني اذا كان عندي الوسط جوا عالي، كميه الاملاح اللي فيه عاليه، راح تنتقل الماء من برا لجوا، تمام، واذا كان العكس راح ينتقل من برا من جوا لبرا، وهذا بيحدد عندي انه هل البول يطلع عندي كونسنتريتد او بيطلع عندي مخفف. بحكي لكم هون اذا طلع من التيوبولار فول، يعني اذا طلع من جوا لبرا راح يطلع عندي مور كونسنتريتد. تمام، لسه ما بلشنا في الفورميشن اوف ذا ديليوت يورين. تمام، انا بدي اكون عارف اللوب اوف هنلي، بدي اكون عارف الديسندنج، وبدي اكون عارف الاسندنج. انا بعرف انه في الديسندنج البيرميابيليتي بتكون النفاذيه بتكون للماء، يعني هون بصير امتصاص للماء، ري ابزوربشن للماء، وهون بصير في عندي امتصاص للسوليوتس، وزي ما انتم شايفين الثيك بار تحديدا. تمام، فبحكي لكم هون انه الووتر كان نوت ليف ان ذا ثيك بورشن اوف اسندنج ليب، بالمنطقه هاي ما بقدر الماء يصير يطلع. تمام، فايش اللي بصير؟ بس السوليوتس هون الان اي سي اللي بتقدر تطلع، فبتعمل عندي في البلاد بلازما ميكينج فلويد مور ديليوت زي ما انتم شايفين هون. يعني اذا كان الماء اذا الاملاح طلعت، بصير في عندي مور ديليوت ذان بلاد بلازما، يعني الديليوشن بيكون هون اكبر من البلازما، فبالتالي الوسط اللي بيكون عندي الاوزمولاليتي فيه اعلى، الماء راح ينتقل له، وبالتالي هون احنا حكينا انه بيكون عندي الاوزمولاليتي داخل اللوب اوف هنلي او داخل التيوبولار فلويد بتكون الاوزمولاليتي عاليه، فبالتالي الماء راح ينتقل لها، وبالتالي بيطلع عندي البول مخفف. تمام، وفي شيء برضه ثاني بيساعد على وجود هذا او على انه البول يطلع بشكل مخفف، هو انه نقص كميه الاي دي اتش. كل ما عندي كميه الاي دي اتش تكون قليله، خصنص في الديستال كونفيوريتد تيبيول، في المنطقه هاي بيكون كميه الاي دي اتش قليله، هذا الشيء بقلل عندي من الووتر بيرميابيليتي، من نفاذيه الماء. وانا عندي في البروكسيمال كونفيوريتد تيبيول حكيت لكم هاي المعلومه يمكن قبل، انه 65% من الووتر بصير ري ابزوربشن هون. تمام، هون بصير 65% ري ابزوربشن للووتر. هنا بحكي لكم انه الوسط بيكون 300 برا و300 جوا، فبالتالي الوسط متساوي، بيحكوا له ايزوتونيك. تمام، اما انزل في الديسندنج بارت بتلاقي انه ال لحد ما يوصل عندي هنا، شايفين لحد ما يوصل عندي اللوب اوف هنلي، النفاذيه او الاوزموليتي بتصير كثير عالي. تمام، بتصير 900. اطلع هون في الاسندنج راح تلاقي انه ايش البيرميابيليتي للايونات، شو بصير فيها؟ زي ما انتم شايفين هون الوسط قل، صار عندي 550 وعندي هون 750. تمام، فالاوزمولاليتي قلت، وبالتالي الماء راح يطلع لوين؟ للجزء اللي بيكون فيه بيكون الجزء اللي بيكون فيه الاوزمولاليتي اعلى. بس احنا هون عندنا انه ايش في الاسندنج البيرميابيليتي للووتر قليله، فايش اللي راح ينتقل عندي هون؟ بس هو بيرميابل للايونز، فراح يطلع عندي الان اي بلس والذرتين كلور وذره البوتاسيوم. تمام، وانا حكينا انه في الديستال كونفيوليت تيبيول انه اذا ما كان في عندي اي دي اتش راح تقل البيرميابيليتي للووتر، وبالتالي الاوزموليتي بتقل، وبالتالي اليورين راح يطلع بشكل مخفف. فانا عندي الاي دي اتش صرنا نعرف ايش دوره، انه اذا كان موجود الاوزموليتي بتزيد، وبالتالي بزيد الري ابزوربشن، بحتفظ في الماء بيطلع عندي كونسنتريتد، واذا ما كان موجود الاوزموليتي بتقل، بيطلع عندي اليورين ديليوتد. تمام، هاي الملاحظه كثير يمكن مهمه، انه في الكولكتنج دكت هو بس في الليت بارت اوف ذا كولكتنج دكت في القناه الجامعه البيرميابيليتي بتكون اكثر شيء لليوريا. وفي عندي هون بحكي لكم انه انا حكينا انه 180 لتر باليوم في جسم الانسان بصير له عمليه فلتريشن، 10% منه بيضل في الديستال كونفيوليتد تيوبيول والكولكتنج دكت، في هذول الثنتين.
بحكي لك إذا هذول 10% من 180 لتر ما صار لهم reabsorption بسبب عدم وجود الـ ADH راح يطلع الجسم 18 لتر يورين، تمام؟ يعني الكمية كثير كبيرة، وهذا بصير في أو هذا نوع من أنواع المرض، يعني نوع من أنواع الكونديشنز أو الحالات زي ما أنتوا شايفين هون. زي ما أنتوا شايفين هون continue electrolyte reabsorption، إذا صار عندي reabsorption للإلكترولايت بتقل كمية الwater reabsorption وبالتالي راح يطلع عندي اليورين diluted. الميكانيزمز إن اللي حكينا عنها إنه كمية الـ ADH بتقل وبتقلل من الwater permeability في الديستال والكونلكت في الديستال كونفيوليتد تيوبيول والكونلكتنج دكت، تمام؟ في اخر مناطق، لانه اصلا الاي دي اتش بينفرز في هذيك المنطقه في الديستال كونفيوليتد تيوبيول. هاي الكونسنتريتد يورين يمكن حكينا عنه، بحكي لك انه اليورين يقوم ان يكون مركز اكثر من الدم باربع مرات، تمام؟ احنا عندي الماكسيمال اوزمولاريتي ممكن توصل 1200، البلازما عندي الاوزمولاريتي لها 300 زي ما انا بعرف. في الانترستيشال فلويد هون بحكي لكم انه لازم يكون هايبر اوزمولر، يعني الوسط اللي جوا لازم يكون الاوزمولاريتي تاعته اعلى. هاي شويه معلومات يمكن يعني مش عارف اذا يمكن يجيب لكم عليها سؤال الدكتور او لا، بس حلو انكم تكونوا عارفينها. في عندي الميجر السوليوتس اللي هي المواد الذائبه الكلور والصوديوم واليوريا، وفي عندي تو فاكتورز بيعملوا الجريدينت اللي بتصير اللي بتخلي عندي الماء ينتقل من مكان لمكان او السوليوت تنتقل عندي من مكان لمكان. اول واحده اللي هي الديفرنسز ان سوليوت اند ووتر بيرميابيليتي، يعني الذائبيه بتنتقل النفاذيه عفوا الفرق بيناتها من المكان او من الوسط من الاكسترا سيلولر للانترستيشال، هذا بيعمل عندي جريدينت، تمام؟ خاص نص في ايش؟ في اللوب اوف هينلي اند كولكتنج داكتس. في عندي خاصية اسمها الكاونتر كرنت فلو اوف فلويد. هاي الخاصية مسؤولة انه بتطلع عندي البول كونسنتريتد بشكل ايش؟ بشكل مركز زي ما انتم شايفين. هي بتعني انه الاوبوزيت دايركشن فلو، ما بيكون الاتجاه بنفس الاتجاه، بيكونوا متعاكسين في الاتجاه. هنا بشرح لكم عن الاوزموليتي، ايش اللي بيسوي عندي اوزموليتي جوا الانترستيشال فلويد، بسبب ايش؟ بسبب ال Na+ وال Cl- reabsorption. اذا كان في reabsorption لهذول المواد الاوزمولاليتي بتزيد، واليوريا واليوريا ريسايكلينج والكاونتر كرنت فلو، تمام؟ هذول بيخلوا عندي بيعملوا عندي reabsorption للووتر وبيطلع عندي concentrated، تمام؟ at the tip of the loop of Henle حكينا انه ممكن الاوزمولاريتي تصير عالي كثير، بتوصل عندي في الكورتيكال نيفرونز 900 وبتوصل عندي في الجاكستا ميدلري نيفرونز 1200، يعني الاوزمولاريتي بتكون هون كثير عالي. وحكينا كل ما تزيد الاوزمولاريتي معناته انه راح يكون في عندي مور كونسنتريتد والوسط ما بيفقد سوائل كثير. خلينا نشوف هون شو في شغلات حكينا. يعني هاي المعلومه يمكن تاب على هاي بس ما ذكرناها، انه بحكي لك انه اذا ما كان عندي اوزموليتي عاليه واذا كان في عندي ADH ما بيكون في عندي نو ووتر ابزوربشن. ليش؟ لانه احنا بنحتاج لجريدينت للووتر، وهذا بسبب الاوزموليتي اللي بتكون في الانترستيشن اللي حكينا، هذول اسبابهم، تمام؟ شو في كمان شغلات؟ الـ formation of concentrated urine when the ADH are high، لما يكون عندي نسبة الـ ADH كثير عالي البول راح يطلع بشكل مركز. بتوقع انه هاي المعلومة حكيناها قبل هيك، انه الـ ADH كيف بيشتغل، بيسوي عندي قنوات اسمها أكوابورين بتعمل على نقل الماء، وهذا بالتالي بزيد من الـ permeability للووتر، بصير الـ reabsorption بشكل أكبر. الwater leaving الأوزموليتي بتزيد again and this will we will have the concentrated يورين. يعني زي ما انتم شايفين هون الديستال كونفيوليتد تيوبيول يزيد عندي النقل، بيزيد عندي الاكوابورينز اللي هي قنوات نقل الماء، وبالتالي الووتر راح يصير له ري ابزوربشن وبيطلع عندي اليورين كونسنتريتد، تمام؟ شو في كمان هون شغلات؟ الفاكتور الثاني اللي حكينا عنه تاع اليوريا ريسايكلينج، بحكي لكم انه اليوريا بتغادر من اللاست بارت اوف ذا كولكتنج داكت، من اخر جزء من القناه الجامعه بتخرج اليوريا، بتخرج هي زي ما انتم شايفين هون، وبعدك بترجع بتلاقيها بتفوت على الاسندنج بارت اوف ذا لوب اوف هينلي، يعني تخرج من هون وبتطلع من هون، وهذا الاشي من الفاكتورز اللي حكينا بياثر على الاوزموليتي.
الكاونتر كرنت مالتيبليكيشن مالتيبليكيشن او الكاونتر كرنت فلو اللي حكينا عنه قبل شوي انه هو بيزيد عندي من الكونسنتريتد او بيعمل عندي كونسنتريتد يورين. ايش اللي بيصير فيه بالضبط؟ هي عباره او خلينا نعرفه خلينا نمشي حسب الترتيب. هي عباره عن بروسيس باي ويتش ا بروجريسيفلي increasing osmotic gradient is formed as a result of counter current flow. إنه الفلو بيكون مش بنفس الاتجاه, بيكون باتجاه متعاكس, وهذا الإشي بيأثر على الأزموليتي. كل ما كان عندي loop of Henle للjuxtamedullary nephrons أطول, هذا يعني إنه راح يكون في عندي more osmolality. تمام؟ ويمكن هاي المعلومة مكتوبة هون وحكيناها يمكن في أول محاضرة, إنه هم بيحتاجوا للماء يضل محفوظ بجسمهم, فكل ما كان عندي أطول الأزموليتي فيه راح تزيد, لأن وكل ما زادت الأزموليتي الريأبزوربشن راح يزيد, وبالتالي الجسم ما بيفقد سوائل وبيحتفظ في السوائل اللي بده إياها. في عندي سمبورترز موجودين في الأسندينج لوب في الثيك بارت, بيسببوا عندي البيلد أب أوف الأن أي بلس والسي أل ماينس في الرينال ميدلا, والسيلز هنا بتكون في الأسندينج ما بيكون في عندي بيرميابيليتي للووتر, في عندي بس نفاذية للسي أل ماينس والأن أي بلس. فإذا عندي الكاونتر كرنت فلو اللي بيصير إنه بينشئ عندي جريديانت, بيصير إعادة امتصاص لذرات الصوديوم والكلور. كل ما صار عندي امتصاص لذرات الصوديوم والكلور become increasingly بشكل متزايد, اليورين بيصير إيش more concentrated. بحكي لكم هون معلومة, يعني هاي معلومات بدها حفظ, إنه cells في collecting duct reabsorb more water and urea. أكثر إشي بيصير لليوريا حكينا في collecting duct, حكينا عن اليوريا recycling إنه بتطلع من collecting duct وبترجع بتفوت من ascending part of loop of Henle. كمان هون بحكي لكم إنه long loop of Henle establish gradient by counter current multiplication, يعني عن طريق العملية هاي. كاونتر كرنت اكسشينج هو تابع للإشي اللي حكينا, المفروض ان يكون في صورة انا شفتها. طيب تمام, ننزلها تحت مش مشكلة. هي عبارة عن بروسيس باي ويتش, هون بنحكي عن مواد الذائبة والووتر بيصير لهم باسيفلي اكسشينج بتوين بلود اوف ذا فازا ريكتا اند انترستيشال فلويد اوف ذا رينال ميدلا از ا ريزلت اوف كاونتر كرنت فلو. هون يا جماعة الخير اذا بدنا نفرق, هنا بنحكي بس نحكي عن counter current multiplication, نحكي عن الخاص عن الاوزماتيك جريدينت اللي بتشكل. تمام, اما بس نحكي عن counter current exchange بده يكون عندي هون في عمليه تبادل للمواد. تمام, بيصير في عندي بين المواد الذائبه السوليوتس والووتر بيصيرهم اكسشينج بين الشعيرات اللي بتكون حكينا عنهم الفازا ريكتا والانترستيشال فلويد للرينال ميدلا. تمام, وهذا كله ناتج من الكاونتر كرنت فلو, كله بيعمل عندي جريدينت, بيصير في عندي انتقال للمواد من مكان لمكان ثاني. بحكي لكم انه الفازا ريكتا هي عباره عن كاونتر كرنت اكسشينجر. اذا اجاكم سؤال انه ايش اشي بيشتغل كاونتر كرنت اكسشينجر, بتحكي الجواب بيكون الفازا ريكتا. فاذا انا عندي هون الاوزمولاريتي اوف بلاد ليفينج فازا ريكتا از اونلي سلايتلي هاير ذان بلاد انترينج, يعني كميته بتكون اكبر بشوي من لم من الدم, يعني الدم الخارج من الفازا ريكتا بيكون الاوزمولاريتي فيه شوي اعلى من الدم الداخل الها. تمام, هون لما يصير عمليه الاكسشينج للمواد بتقدم عندي provides oxygen and nutrients to a medulla without washing out or diminishing gradient, يعني ما بتأثر على gradient. تمام, والفازا ريكتا بتحافظ على gradient نفس المعلومة اللي فوق by counter current exchange. تمام, هون زميلتكم حضرتكم توضيح للمبدأ بس مش من الدكتور, يمكن من النت جايبيته. خلينا نقرأ شوية معلومات يمكن نستفيد منها. بحكي لكم هون انه ملح الطعام او الاكسترا ان اي سي ال اللي بيخرج من الثيك بارت من اللوب اوف هنلي ما بتشكل عندي في الانترستيشيوم, هو بفوت الفازا ريكتا, والفازا ريكتا حكينا انه هي مدام كاونتر كرنت اكسشينج هي بتحافظ على الاوزموتيك جريدينت, ما بتبل يعني هي ما بتبداه او ما بتبلشه, يعني ما بيكون صفر ببلش, لا هو بيكون في اوزموتيك جريدينت هي بتحافظ عليه زي ما احنا ذكرنا هون. شو كمان حكينا, ان الفازا ريكتا هي الشعيرات الدمويه اللي بتحط في الاسندنج ليم. ذا ريفرس اوكيرز بيكوز ذا بلازما از ناو هايبرتونيك, لما احكي عن هايبرتونيك يعني الاوزمولاريتي اللي تكون في عاليه عن الميدلري انترستيشيوم. حكينا انه اذا
الـ NACL إذا انتقل من التيوبيولز للفازاريكتا، فصار في عندي فرق بالتركيز، صار في عندي هو انتقل من التيوبيولز للفازاريكتا، وبالتالي الأزمولاريتي راح تزيد الفازاريكتا. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا بحكي لكم this results in the absorption of water into the blood and the return of the absorbed solute to the interstitium. هذا كله عبارة عن counter exchange mechanism. طيب لحتى قبل ما نطلع من الموضوع اللي هو counter current exchange، خليني أوريكم الصورة هاي بالضبط إيش اللي بصير فيها. زي ما أنتم شايفين أنا في عندي descending وفي عندي ascending. الـ ascending ما بيكون فيه aquaporins، يعني ما بيسمح بمرور الماء، بيسمح بمرور بس المواد الذائبة زي الـ NaCl، زي الملح الطعام، تمام؟ وعندي هنا في الـ descending بس بيسمح بمرور الماء، بيكون في عندي aquaporins، تمام؟ اللي هم القنوات تمرير الماء. إيش اللي بيصير بالضبط؟ إنه أنا عندي الـ لما يطلع عندي الـ NaCl من الـ ascending بيطلع عندي من هون لهون، بيصير عندي الوسط اللي برا زي ما أنتم شايفين هون hypertonic. هايبرتونيك يعني تركيز المواد الذائبة فيه عالي، وفي بيضل عندي جوا الانترستيشيوم هوم أو جوا التيوبولار فلويد الوسط هون بيكون هايبرتونيك، يعني ما كمية الماء اللي بتكون هون أكبر، تمام؟ لما أحكي هايبرتونيك يعني كمية الأملاح كبيرة وكمية الماء قليلة. هايبرتونيك العكس، هون العكس، بيطلع عندي الماء لأنه هون صار عندي الوسط هايبرتونيك، فبيجذب الماء من الأس من الديسندنج من هون، بيطلع عندي الماء، بصير عندي الوسط لحتى يعني هذا إجباري خلاص، هي هيك الخاصية إنه إذا كان عندي الوسط هايبرتونيك بدي يجذب الماء ويطلع. وجود الـ ADH هون زي ما أنتم شايفين بيعمل عندي البول بشكل concentrated، لأنه بيعمل قنوات اللي هم الأكوبرينز لما يكونوا موجودين بيطلع من خلالهم الماء. هاي هي الخاصية، وهذا الإشي بيسوي عندي gradient، إنه بيكون في إشي نازل، فلويد نازل وفلويد طالع حسب الجريدينت زي ما انتم شايفين. من ال 300 بيطلع 600، من 600 ل 800 هون يكون طبعا هون اكبر، بيكون من 1200 مثلا. طبعا اكثر شيء بيكون وين؟ كل ما نزلنا لتحت بيزيد الاوزمولاريتي، كل ما نزلنا لتحت بتزيد. هون بيطلع من 800 ل 600، فهذا هو بحكي له كاونتر اكستشينج، انه عكس بعض، تمام؟ هاي صوره ثانيه يمكن بتوضح لكم الفورميشن اوف كونسنتريتد يورين لما يكون الاي دي اتش، يمكن حكينا عنها هاي الصوره. ننزل هسه على الري سيركوليشن اوف يوريا، اللي حكينا انه اليوريا بتطلع من الكولكتنج دكت، بتلاقيها فجأة رجعت على في الاسندنج لم اوف لوب اوف هنلي. فايش اللي بصير بالضبط هون؟ حكينا انه هون بحكي لكم 50% من اليوريا بصير لها ابزوربشن اون ذا اند اوف ذا بروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول زي ما انتم شايفين هون. شوفوا شو اللي بصير بالضبط، 4.5 فات، خلينا نحكي يوريا، تمام؟ ظلت 100% ما صار عليها ولا إشي. هنا وصلنا هون عند البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول at the end، بحكي لك إنه 50% بصير الأبزوربشن، تمام؟ فزي ما أنتم شايفين هون 50% صار في عندي أبزوربشن. انزل تحت، انزل بحكي لك في descending part of the lobe of Henle، هو بحكي لك يعني ما بيكون في له نفاذية لليوريا، تمام؟ ما بمرر عندي اليوريا، فبتضلها ماشي لعند الديستال كونفيوليتد تيوبيول، تمام؟ بتوصل عند الكولكتنج داكت، بتوصل عند الكولكتنج، هاي اليوريا ظلت ماشيه، وصلت عند الكولكتنج داكت، تحت تاثير الاي دي اتش اليوريا بتمر من الكولكتنج داكت وبترجع وين؟ على الاسندنج بارت اوف ذا لوب، فهمت؟ بتطلع هون يوريا، بتطلع من هون، من هون لهون، وبعديها بترجع بتفوت هون، لانه في الاسندنج لوب اوف هنلي بيكون في النفاذية لليوريا يعني مسموح، بيقدر اللوب في اللي بيقدر يمتص يعمل ري ابزوربشن او يعمل ابزورب لليوريا. ليش هذا الاشي مهم ومفيد؟ لانه هو عبارة بيزيد، بحكي لك بيزيد ال it's an important factor to increase the interstitium in the medulla beside the counter current flow and the supporters and a plus Cl- والK+. هون تقريبا معلومات معادي، بحكي لك انه اليوريا هي باسيف لري ابزوربد ان بروكسيمال تيوبيول، 50% حكينا اللي بشغل لي ابزوربشن في البروكسيمال تيوبيول. اذا ما كان في عندي اي دي اتش، او لا عفوا، اذا كان في عندي اي دي اتش اذا كان موجود في الديستال تيوبيول، الواتر بصير له ري ابزوربشن في الديستال والكولكتنج تيوبيول، تمام؟ واذا صار في عندي ري ابزوربشن للواتر، هذا الاشي بيعمل concentrating لليوريا in these parts of the nephron. بيحكي لك انه في الانر ميدلري collecting tubule
البرميابيليتي لليوريا بتكون عاليه، فبالتالي بصير في ديفيوجن لهاي الماده للميدلري انترستيشن اللي هي حكينا من هون بتطلع لهون، بصير في عندي ديفيوجن لها. اما وجود الاي دي اتش كل ما كان وجود بشكل اكبر بيزيد البرميابيليتي للميدلري كولكتنج تيوبول عن طريق انه يفعل شيء الكولكت اليوريا ترانسبورترز. يعني الاي دي اتش بيعمل عندي قنوات بروتينات وهي بيعمل اكتيفيتنج لايش لليوريا ترانسبورترز لحتى يطلعوا عندي من هون من الديستال كونفيرتد تيوبول من الكولكتنج دكت يطلعوا هون ويرجعوا على اللهم صل على سيدنا محمد الاسندنج لوب اوف هنلي، وهذا كله بيساعد في الكاونتر اكسشينج ميكانيزم اللي حكينا عنها قبل شوي. في عندي هون كمان صوره بحكي لك ان الميكانيزم اوف ذا يورين كونسنتريشن ان ذا لونج لوب في الجكستا ميدلري نيفرونز ايش اللي بيصير بالضبط. بنبلش من هون، يكون في عندي سيمبورترز موجودين في الثيك اسندنج ليمب، في الثيك اسندنج ليمب في عندي سيمبورترز شكله عندي الاوزماتيك جريدينت، في عندي سوليوتس بتطلع زي ما انتم شايفين باللون الاخضر بيطلع الان اي سي ال بيطلع من جوا لبرا، تمام بيطلع من جوا لبرا بتزيد عندي الاوزمولاريتي هون فبيعمل بيجذب ذرات الماء هي باللون الاسود الاتش او بيخليها اجباري تطلع. شايفين كيف 300 380 580 كل ما ننزل لتحت بيزيد وهون بيصير كل ما نطلع لفوق بقل، هذا هو الكاونتر اكسشينج. تمام شوفوا هون في عندي برينسيبل سيلز في الكولكتنج دكت بتعمل ري ابزوربشن للووتر لما يكون في عندي اي دي اتش، يعني اذا ما كان في عندي اتش ما في ري ابزوربشن للووتر، بقدر يمكن كميه اليوريا ريسايكلينج بتصير اقل لانه ما بيصير في عندي اكتيفيتنج لليوريا ترانسبورتر اللي حكينا عنها قبل شوي. فبحكي لك انه هذول الثري بروسيسز كيب ذا انترستيشيوم هايبر اوزمولر، انا بدي اياه يكون هايبر اوزمولر او هايبرتونيك، يكون جوا اقل من برا او برا اعلى من جوا لحتى يضلوا عندي شغال الكاونتر اكسشينج، يكون الفلويد ينزل والفلويد يطلع. هنا سمري للتيوبيول كاركترستكس البيرميابيليتي والان اي سي ال بالنسبه للاتش تو او والان اي سي ال واليوريا. فإذا عندي في هذا الجدول اللي هو السمري بوضح لكم انه كيف تاثير او ايش اللي بصير بالضبط في السيجمنت في السيجمنتيشن للتيوبيول. يعني انا عندي في البروكسيمال تيوبيول بيكون في عندي في مجال انه بيكون في عندي للان اي سي ال ترانسبورت يكون في عمليه تبادل خروج ودخول، وبرضه البيرميابيليتي بتكون للاتش تو او في البروكسيمال زي ما انتم شايفين كثير عاليه ثلاث، يعني هون اكثر شيء بتكون للاتش تو او، الان اي سي ال فيه واليوريا بيكون في الها بس بشكل قليل زي ما حكينا احنا في الاند اوف ذا بروكسيمال تيوبيول كان في عندي 50% راح او صار عندي عمليه تبادل لليوريا. اكثر شيء مهم اللي هو في الثيك اسندنج بيكون عندي الـ NACL أكثر إشي بيكون موجود في Thick Ascending Loop of Henle. ليش؟ عشان يحافظ عندي يعمل الوسط عندي الـ Interstitium Hyper Osmolar لأنه بدي يضل عندي Hyper Osmolar عشان الـ Counter Exchange Mechanisms اللي حكينا عنها. طبعا هون كله بوجود الـ ADH زي ما حكينا بيزيد عندي الـ H2O، وجود الـ ADH بيزيد عندي حكينا بتعمل قنوات عندي اللي هي الأكوبرين، فتأثير الهرمون الـ ADH كثير ممتاز وكثير بدي اياه وكثير لازم يكون موجود. هاي الرسمة توضح لكم قديش الاوزمولاريتي بتقل في التيوبولر فلويد في كل مكان في كل جزء في البروكسيمال تيوبول، مثلا فات عندي 125 وهنا بترتفع الاوزمولاريتي لما افوت على اللوب فين لحد ما اوصل الاسندنج بارت، الاسندنج بارت الاوزمولاريتي بتقل، ولما الاوزمولاريتي بتقل او الاوزمولاريتي بتقل زي ما انتم شايفين انا بحكي عن اوزمولاريتي مش اوزمولاريتي، لما الاوزمولاريتي تقل بيكون عندي بيحكوا لها الديليوتينج بارت، تعال على العكس على الجهه الثانيه في الديسندنج بارت الاوزمولاريتي بتزيد، تمام وهنا باكثر بخسر ماء اكثر في الديسندنج لانه حكينا البيرميابيليتي بتكون فيه عاليه. شوفوا الافكت اوف الاي دي اتش كيف بيكون كثير، يعني طلعوا شو بيسوي في الاوزمولاريتي كل ما يكون موجود عند الاي دي اتش بيطلع عند اليورين اقل، تمام. شو ضل إشي ما حكيناه start to absorb NACL in the presence of aldosterone، هون بحكي تأثير الالدوستيرون على ال NACL absorption. إذا عندي ال NACL in the presence of aldosterone والwater in the presence of ADH، بحكي
احكي لكم عن الماكسيمم يورين اوتبوت، هو تقريبا حوالي 20 ملم لكل دقيقه، وعندي هون المينيمم يورين اوتبوت هو 2 ملي لكل دقيقه. انه هذا الجزء حتى لو انه مينيمم بس انه كثير مهم لحتى اطلع التوكسيك سبستانسز من اليورين من جسم الانسان. ممكن يوصل تقريبا هو المينيمم اوت هو تقريبا نص لتر في اليوم، ممكن يوصل اقل ممكن يزيد حسب الوضع. هون بحكي لكم عن السمري اوف فلتريشن، يعني يمكن هاي الجداول تلخص لكم كل شيء في كل شيء حكيناه في السيجمنتيشن في التيبيولز. فزي ما انتم شايفين هون 65% بالبروكسيمال كونفيوليتد تيبيول ري ابزوربشن لايش للووتر، الان اي بلس والكي بلس والجلوكوز. الجلوكوز بيصير له ري ابزوربشن لانه انا بدي اياه، والامينو اسيد. بس يمكن الاشي اللي مش كامل بيصير له عملية امتصاص اللي هو ايش؟ الكي بلس والان اي بلس والووتر. الووتر عن طريق الخاصية الاسموزية، الان اي بلس عن طريق الصوديوم والبوتاسيوم بومب السيمبورترز والانتيبورترز، الكي بلس عن طريق الديفيوجن بينتقل. تمام، هذا كله بيصير له ري ابزوربشن. هون طبعا في مواد اكيد يصير لها سكريشن انتو ذا يورين، من بتيجي من البلد بتفوت على اليورين زي الاتش بلس زي الان اتش 4 بلس اليوريا الكرياتينين بكميات قليلة زي ما هو مكتوب هون، ننزل على اللوب اوف هنلي بصير في عندي ري ابزوربشن واحنا نازلين الووتر في الديسندنج لمب ما بصير في الاسندنج. اما الان اي بلس وذرات الكلور كل الايونات والالكترولايتس بصير في الاسندنج لمب. تمام، لانه في عندي قنوات بتسمح بمرورها، ما في عندي بيرميابيليتي للووتر في الاسندنج لمب. احفظوا هاي المعلومات كثير منيح. برضه راح يكون في عندي سكريشن لليوريا زي ما انتم شايفين، راح يطلع من الدم ويجي على اليورين لاني بدي اتخلص منه. في عندي كمان هنا شغلات في الديستال كونفيوليتد تيوبيول، برضه بصير في عندي ري ابزوربشن للووتر 5% زي ما انتم شايفين، يعني كميه قليله. وفي عندي هنا في الكوليكتنج دكت ايش اللي بصير بالضبط في اليوريا، حكينا اكثر شيء عن اليوريا وعن الووتر لما بتاثير الاي دي اتش. وتذكروا انه الالدوستيرون بياثر، ما بياثر على الووتر، بياثر اكثر شيء على الشيء اللي حكيناه قبل شوي اللي هو الان اي سي ال. طيب هسه بدهم يقيسوا او يشوفوا شو وضع الكيدني فانكشن، بدهم يعملوا لها ايفالويشن. اخر شيء هو عمليه حكينا الايفالويشن للكيدني فانكشن او اليورين اناليسز، اللي هو بده يعمل اناليسز للفوليوم او الفيزيكال او الكيميكال او المايكروسكوبيك بروبرتيز اوف يورين، يعني بده يشوف شو كفاءه، هل اليورين طالع بشكل طبيعي في عندي مشاكل او لا. بحكي لكم انه التوتال يورين فوليوم 95% بيكون منه ووتر. التيبيكال سوليوتس بيكون لها فلتريشن او يعني اللي بصير الفلتريشن اللهم صل على سيدنا محمد. Typical solutes are filtered and secreted substances that are not reabsorbed. يعني الأشياء اللي أنا بدي إياها بصير لها filtration، اللي بدي أطلعها من جسم الإنسان بصير لها filtration، أو اللي بصير لها secretion من البلد وما بصير لها عملية reabsorption. يعني المواد اللي أنا بدي أطلعها من الجسم بصير لها filtration أو secreted ونوت reabsorption. إذا كان في عندي أمراض بتغير الميتابوليزم او الفانكشن تاعت الكيدني بتبين، لان انا باجي بعمل فحص اليورين وبلاقي شغلات غير طبيعيه موجوده في اليورين زي البروتين زي الجلوكوز اذا كان بكميات عاليه زي اليوريك اسيد. تمام، الايفالويشن فيت شو التست اللي انا بعملهم، اللي في عندي البي يو ان هذا بقيس قديش كميه النيتروجين اللي هو جزء مهم من اليوريا اللي بيطلع عندي من من عمليات الكتابوليزم اللي هي عمليات الايض البناء والهدم وعمليه الدي امينيشن اوف امينو اسيد. فهو عباره عن شيء توكسيك، عشان هيك لازم يصير له سكريشن، ما لازم يضل في الدم. تمام، وفي عندي بقدر اشوف البلازما كرياتينين اللي حكينا عنه قبل هيك، انه هو حكينا اصلا هو جزء من السكريتال ماسلز عن طريق اللهم صل على سيدنا محمد الكتابوليزم اوف كرياتين فوسفيت ان سكريتال ماسلز. هو طبعا بيقيس للرينال فانكشن، عشان هيك انا بقدر اشوف من او بدي اشوف الرينال فانكشن بطلع على الكرياتينين. في عندي الكليرنس اللي حكينا عنه قبل هيك، انه مستخدم مواد زي الانيولين لانه الجي اف ار اذا بدي اشوف هل الجي اف ار طبيعي لانه مساوي للانيولين. وحكينا انه مرات في ناس بيكون عندهم حساسيه من هاي المواد، فبنرجع بنستخدم نسبه الكرياتينين اللي هي بتكون موجوده بشكل طبيعي. اللهم صل على سيدنا محمد. هون بعرف لكم اياها، وحكينا برضو عن الحمض هذا البي اي اتش، هذا بقيسه للرينال بلازما فلو. بدكم تكونوا عارفين انه الكليرنس هون تساوي الرينال بلازما فلو، وهي الرينال بلازما فلو عفوا، وهي الكرايتيريا اللي حكينا عنها اللي عشان يكون حكينا اذا متذكرين الجلوميرولار ماركر. تمام، اللي هي الكرياتينين حكينا،
بكون فلترد ناتري ابزورب بات كومبليتلي سكريتد اللي هي للكرياتينين. هاي الكريتيريا تاعت البي اي اتش اللي بتساوي الرينال بلازما افلو. او هنا بوريكم قديش بيكون في عندي مثلا فلتريشن للووتر باليوم 180 بيصير له ري ابزوربشن 179، واحد هو اللي بيصير او واحد لتر اللي بيصير له الاكسكريشن بيطلع عن طريق اليورين، وباقي الجلوكوز والكرياتينين نفس الاشي. زي ما انتم شايفين الكرياتينين هون طلعوا صار له فلتريشن 1.8 اكسكريشن 1.8، ما صار له ري ابزوربشن، عشان هيك بعتبره الجلوميرولر ماركر مش زي باقي الشغلات بيصير لهم سكريشن او بيصير في تغيير في الحسبه والنسبه. لهون خلينا نوقف الجزء الاول من المحاضره، وان شاء الله بكمل لكم الجزء الثاني. اذا في اي شيء مش واضح بتمنى انكم تبعتوا لي، وان شاء الله انه نتفاهم، ويعطيكم العافيه يا رب. بنلاقيكم في الجزء الثاني ان شاء الله. طيب يا جماعه الخير، السلام عليكم. هذا هو الجزء الثاني من المحاضره الرابعه. في المحاضره هاي بدي اوريكم الفانكشن اللي حكينا عنها في اول الرينال سيستم تاعت الكيدني، اللي هي في الريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس. شو وظيفه الكيدني او ايش الشغلات اللي بتسويها الكيدني بشكل عام او كخلاصه؟ بتعمل اليمينيشن للنون فولاتايل اسيدز زي H2SO4 والH3PO4. شوفوا قديش هون بكتب لكم كل كميه قديش تقريبا تعمل اليمينيشن لها. اهم الاشياء اللي انا بدي احكي عنها الHCO3 والH+، بيكون في فلتريشن للHCO3 وبنفس الوقت في ري ابزوربشن، وكمان راح يكون في عندي برودكشن اوف نيو HCO3، وراح يكون في عندي اكسكريشن لهاي الماده. تمام، برضه راح يكون في عندي سكريشن للH+. اطلعوا قديش كميته قديش كبيره. بحكي لكم هون انتو نيوترالايز ذا نون فولاتايل اسيدز، ايش اللي بيصير في الوسط الحمضي؟ انا بدي احفظ الHCO3 لانه ماده قاعديه، وبالتالي هي ايش؟ بتعادل الحموضه. وفي الالكالوسز راح يكون عندي الوسط هون كثير قاعدي، وراح اعمل اكسكريشن للHCO3 لحتى يصير في عندي اعادل الحموضه. فبحكي لكم هون ان ذا كيدني كونزيرف HCO3 اند اكسكريت اسيديك اور بيسك يورين ديبيندينج اون ذا بودي نيدز، حسب احتياجات الجسم هو بيعمل كونزيرفينج او بيعمل اكسكريشن للاسيديك او البيسك يورين حسب احتياجات الجسم. فنبلش اول شيء واحده عند الري ابزوربشن للبايكربونات او الHCO3 او الH+ سكريشن في الديفرنت سيجمنتس اوف رينال تيوبيول. زي ما انتم شايفين هون بيفوت تقريبا باليوم 4320، بيطلع 85% هون، وهون 10%، وهون في عندي تقريبا 5%. لكل HCO3 for each HCO3 reabsorb راح يكون في عندي H+ secreted. تمام، اذا كل HCO3 بيصير له reabsorption راح يكون في بالمقابل H+ راح يكون في secretion للH+. نبلش في الميكانيزمز واحدة للHCO3 reabsorption، وعندي هون اللي هي أول ميكانيزم للHCO3 reabsorption والNA+ والH+ exchange في البروكسيمال اتيوبيول والثيك لوب اوف هنلي. تمام، هون الاتيوبيولر اليومن، هون راح يكون الرينال انترستيشال فلويد زي ما انتم شايفين. خلينا نمشي بالترتيب مع الرسمة. أنا بيكون في عندي هون اللي بدي أسويه، بدي أعمل reabsorption للإيش؟ للHCO3. فأنا بدي أسحب الHCO3 من هون وأطلعه لهون. تمام، فبيجي عندي هون الHCO3 ومعه ذرة صوديوم، بيكونوا مع بعض. ذرة الصوديوم بتطلع في اللي هو اللي حكينا عنه إذا بتذكرين، اللي هي الترانسبورترز اللي بدخل ذرة وبطلع ذرة. بيدخل عند الصوديوم بيطلع عندي ذرة هيدروجين. ذرة الهيدروجين هاي الH+ إذا ملاحظين بتيجي بترتبط مع الHCO3 بتعمل عندي الH2CO3. هذا الH2CO3 راح ينقسم عندي ل CO2 وH2O. CO2 زي ما انتم شايفين هون بيقدر يدخل عن طريق الخلايا بسهولة وما بيلاقي أي مشكلة. تمام، فات هون عندي CO2 راح يلاقي عندي جوا الخلية ماء، بيرتبط في الماء بيكون عندي الH2CO3، بيجي عندي الانزيم اللي هو كاربونيك انهيدريز بفككوا عندي الHCO3 وبفككوا عندي الH+. الH+ بترجع تطلع من هون، والHCO3 بترجع تطلع من هون عن طريق الـ مع الفاسيليتيت ترانسبورت، تطلع مع ذره صوديوم. تمام، هاي هي كيف انه انا بدي اعمل HCO3 ري ابزوربشن تمام الها وللصوديوم. تمام، فزي ما انتم شايفين الصوديوم دخل من هون ودخل من هون، الصوديوم راح يطلع في اي تي عن طريق البمب تحتاج اي تي بي،
بتدخل عندي ذرة بوتاسيوم وبتطلع عندي ذرة صوديوم. بشوف أنا بالآخر شو صار عندي، طلعت صوديوم وطلعت HCO3 وعملت ري أبزوربشن للصوديوم والHCO3. بتضل تستمر الدورة هاي لحد يعني حسب الجسم، حسب احتياجاته، حسب إيش اللي راح يصير. بحكي لكم هون إنه في البيزولاترال ممبرين في عندي فاسيليتيت ترانسبورت وذ NA+، تدخل ذرة NA بتطلع ذرة NA+ مع HCO3 بيطلع من خلالها البايكربونات لبرا. اما في الانتركاليتد سيلز، اذا متذكرين الانتركاليتد لما حكيت لكم على السي كانت HCO3 عشان تميزوها من الخلايا الثانيه، تمام؟ فهون ايش اللي بيصير بالضبط؟ برضو نفس الاشي، بدي اعمل ري ابزوربشن للHCO3. انا بدي بالاخير بدي اطلع الHCO3 وبدي اعمل سكريشن للH+، تمام؟ بيكون في عندي هون دخول وخروج للCO2، بدخل بسهولة، ما في بيكون بسلاسة، يعني ما بيكون في أي عوائق. بيرتبط مع جزيء ماء، جزيء الماء بتكون عندي H2CO3، بيجي إنزيم كربونيك أنهايدريز بتحلل عندي لH+ وHCO3. الHCO3 بيطلع من هون، بحكولها اللي هي كلور H، أو خلينا نحكي Cl-HCO3 شيفت، إنه HCO3 بيطلع وذرة كلور بتدخل، تمام؟ ذرة الكلور بتدخل وبتدخل وبتطلع وبتطلع معها الH+، زي ما انتم شايفين هون راح يكون العملية بتحتاج لـ ATP. هذا وين مكانه؟ في الانتركاليتد سيلز، في الليت ديستال تيوبيولز اند كوليكتينج دكت، تمام؟ هون راح يكون في عندي مضخات هيدروجين باتجاه الداخل زي ما انتم شايفين هون. طبعا هون كاتب لكم قديش البي اتش لكل واحدة، هون 4.5 تقريبا، وهون تقريبا 6.7، يعني هون بيكون يعني قريب السبعة، خلينا نحكي متعادل بس أقرب إلى الحمضي، أو بيكون حمضي يعني لأنه تحت السبعة، وهنا بيكون حمضي 100% لأنه 4.5، تمام؟ في الوسط الحمضي هون لما نيجي نحكي عن الأسيد بيس، أنا بيكون في عندي شغلتين، يا إما أسيدوسس بيكون الوسط حمضي أو بيكون الكالوسس، تمام؟ في الوسط الحمضي الأسيدوسس أنا بدي أعمل إنكريز للH بلس سكريشن، يعني أنا بدي أطلع الH بلس الموجود، تمام؟ إذا كان في عندي سكريشن للH بلس بيعمل عندي الوسط أسيدوسس، وإذا كان في عندي عملية ري أبزوربشن للHCO3، يعني أنا عدت امتصاص الHCO3، راح يزيد عندي الحامضية، لأن الHCO3 هو مادة قاعدية، تمام؟ وفي عندي الشغلة الثالثة اللي هي البرودكشن اوف نيو HCO3، وطبعا عكس هذول الثنتين راح تلاقوا في الالكالوسيس، راح يكون في عندي ديكريز للH بلس سكريشن، يعني إذا قل عندي الH بلس سكريشن راح يكون الوسط عندي قاعدي، وإذا قل عندي إعادة امتصاص الHCO3 راح تكون عندي الوسط كمان قاعدي. واللوس اوف HCO3 ان يورين، يعني إذا أنا طلعت وعملت له اكسكريشن أنا راح أزيد من القاعدية أو يكون الوسط عندي قاعدي. في شغلات هون يمكن مكتوبة على اليمين انه الـ H2CO3 بتفكك لـ HCO3 و H+، بصير عندي ري ابزوربشن لل HCO3، بضل عندي H+ لازم اخلص منه، ولازم هو مادة حمضية، تمام؟ H+ كل ما يتراكم بزيد عندي بقل عندي الـ pH، يعني بتزيد حموضته، بصير عندي الوسط ايش؟ اسيدوسس، فانا لازم اعادله، لازم اعمل HCO3، وهذا اللي بيحكوله البرودكشن اوف HCO3. طيب تمام. طيب وصلنا عند هون. بحكي لكم هون كيف بدي بصير عملية تايتريتد للHCO3، يعني كذا كأني أنا بعاير قديش كمية الHCO3 عن طريق إنه مثلا مرات بدي أعمل سكريشن أو أخلص من الإكسس أو الفائض من الH بلس اللي هي المادة الحمضية، تمام؟ وهذا كله بحكوا له بفر، تمام؟ فأنا في عندي عن طريق الHCO3 والH بلس، هي أول واحدة هسه بتاخذوها، طبعاً تقريباً نفس الآلية زي ما أنتم شايفين هون، CO2 بيدخل وبيطلع براحته، بيرتبط عندي مع جزيء ماء، بتكون عندي الH2CO3، في عندي HCO3 هون، بيعمل عندي هيك بكون أنا كونت أو عملت اللي هو البرودكشن of new HCO3، وهي حكيناها في الأوساط الحمضية في الأسيدوسس، تمام؟ في حالة الأسيدوسس. والH بلس هون بيطلع زي ما انتم شايفين عن طريق البومب اللي مضخات اللي بتحتاج ATP لحتى تطلع الH بلس على التيوبيولار اليومن، وهون بكون أنا بكون عامل البفرز أو عملية البفرنج. ننزل تحت برضو نفس الإشي، بس هون عن طريق إشي اسمه الفوسفيت أو الـ NAHPO4.
راح اكون برضو نفس الاشي عندي HCO3 ماينس زي ما انتم شايفين هون بيطلع بكون انا عامل production of new HCO3 وبيطلع عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن. في عندي هون الاتش بلس بتطلع هسه برا عن طريق ما بتطلع هون عن طريق البومبس اللي حكينا عنهم قبل شوي في الاسيدوسيس، هون بتطلع عن طريق الانتي بورتر اللي راح يكون ماده بتدخل وماده بتطلع، فبيطلع عندي الاتش بلس تمام وبيدخل عندي ايش الان اي بلس زي ما انتم شايفين هون، والان اي بلس برضه بكمل طريقه وبيطلع بصير له ري ابزوربشن، والاتش بلس بصير له سكريشن لانه انا فوتها على الكيوبيولر هيومن. المهم فبرتبط عندي الاتش بلس في الان اي اتش بي او 4 زي ما انتم شايفين هون، بكون عندي هذا المركب اللي هو الان اي اتش 2 بي او 4، وهذا المركب بحافظ على البي اتش عند قيمه معينه. وبرضه هاي عملية بفرينج جديدة عن طريق الـ NaHPO4-. انزلوا هون راح يوريكم طريقة ثانية عن طريق الـ NH4+ والـ HCO3 تمام؟ ايش اللي بيصير هون؟ في عندي انزيم اسمه جلوتامينيز، الجلوتامينيز من اسمه بروح بيشتغل على جلوتامين تمام؟ المهم بس يشتغل عليه بكسره بحطمه عندي لـ HCO3 و NH4+ تمام؟ الـ HCO3 انا بكون برضو عملت برودكشن للـ HCO3 او نيو HCO3 عملت لها برودكشن، هيك انا عملت لها عن طريق انه اكسر الجلوتاماين. والـ NH4 ايش اللي بصير فيها؟ بصير لها سكريشن وبتطلع على التيوبيولر اليومن زي ما انتم شايفين هون، وبترتبط عندي مع بكون عندي ذرة كلور تمشي معها، وهيك بكون انا بعمل بفرينج عن طريق الـ NH4. وانا بحكي لكم انه انا بعادل قيمة الحموضة او بعمل بفرينج لقيمة 4.5 لحد ما يوصل البي اتش عندي لاربعة ونص. برضو هون نفس الاشي بس هون عن طريق الامونيا اللي هي الان اتش 3. ايش اللي بصير بالضبط في الكوليكتينج تيوبيولز؟ يعني تقريبا هون اذا بدكم تقارنوا مثلا في كل واحدة هون زي ما انتم شايفين في الديستال تيوبيول وفي الثيك لوب اوف هنلي بتكون عملية البفرينج عن طريق ايش؟ سكريشن اوف ان اتش 4 بلس و اتش سي او 3 تمام؟ البروكسيمال والثيك لوب اوف هنلي والديستال تيوبيول زي ما انتم شايفين تحت هون في الكوليكتنج تيوبيولز تحت عن طريق الامونيا تمام، وهيك هيك بيكون البفرينج. فبرضه نفس الشيء بعمل برودكشن لل اتش سي او 3 وهون بيطلع عندي الان اتش 3 بيكون موجود وبيطلع عندي لبرا لانه ليبيد سوليوبل بيطلع عندي عن طريق ما بيكون عندي يعني ما بيواجه اي صعوبه ما بحتاج لاي ما بحتاج عندي لاي نواقل او عمليه ترانسبورتر معينه. بيطلع عندي الاتش بلس كمان بيصير له سكريشن عن طريق مضخات الاتش بلس زي ما انتم شايفين بيرتبطوا مع بعض بكونه عندي الان اتش 4 بلس، بيجي عندي ذره كلور وهيك بكون انا بعمل بفرنج للكوليكتنج تيوبيول لحد ما يوصل عندي البي اتش ل 4.5. هون هسه بحكي لكم عن خلص انا طلعت اليورين، بدي اوريكم كستراكشرز كيف هو اليورين او اليوريترز اللي بيكونوا بجسم الانسان. بحكي لك انه ايتش اوف تو يوريترز ترانسبورت يورين فروم رينال بلفيس اوف وان كيدني تو ذا بلادر للمثانه. اللي بيحرك اليورين هو البيريستالتيك ويفز والهيدروستاتيك بريشر والقوة الجاذبيه، هاي هي اللي بتحرك اليورين. ما بيكون في عندي اناتوميكال فالف ات ذا اوبننج اوف ذا يوريتر، يعني ما بيكون في عندي فالف في بداية اليوريتر للمثانة للبلادر. لما البلادر تمتلي تمام بتعمل كومبريس على هاي الاوبننج اللي بتكون، يعني ما بيكون عندي فالف بيكون عندي اوبننج تمام، لما يصير لها كومبريس بتسكر وبتمنع الباك فلو تمام. طبعا الحركات اللي هي البريستالتيك موفمنت معناته انه اليوريتر بيكون فيه سموث سيلز بيصير له هو نوع من انواع المسل سيلز بصير لها انقباضات وبالتالي بتحرك اليورين زي ما حكينا. وهون عندي بشرح لكم عن اليورينري بلادر او المثانه ان هي هولو استنسبل ماسكولر اورجان، والكباسيتي تاعتها تقريبا او قديش هي بتوسع من 700 ل 800 مل. في عندي المكشريشن اللي هي عمليه التبول او عمليه اخراج البول من المثانه، هي عباره عن كومباينيشن اوف فالنتري اند انفالنتري مسل كونتراكشن. لما الفوليوم يزيد عندي بعطي الاسترتش بعطي سيجنال عن طريق الاسترتش ريسبتورز اللي بيكونوا موجودين بودوا سيجنالز للمكشريشن سنتر في السباينال كور، وكله بيؤدي الى بعد هيك بعد ما يودي سيجنال بيعمل تريجرنج للسباينال ريفلكس
مكشريشن ريفلكس اللي هي بيساعدوا على عملية التبول. طبعا أنا بدي أكون عارف إنه بيكون في عندي التو سفنكترز اللي حكينا عنهم الانترنال والاكسترنال سفنكترز. بيجي عندي بعديها هذول بيكونوا موجودين في اليوريثرا اللي هو في مجرى البول أو الإحليل، وعبارة عن سمول تيوب. إذا عندي اليوريثرا اللي هي الإحليل أو مجرى البول هي عبارة عن سمول تيوب ليدنج فروم انترنال يوريثرا الأوريفيس، الأوريفيس معناها فتحة، ان فلور اوف ذا بلادر تو اكستيرير اوف ذا بولي لحتى يطلعها خارج الجسم. وبحكي لك انه هو في المينز بيكون الإحليل هو عبارة عن الديستشارجز اوف سيمن، يعني الحيوانات المنوية بتطلع من اليوريثرا زيها زي اليورين. وانا بشرح لكم المكشريشن ريفلكس اذا كان في عندي انكريز في الفوليوم زي ما حكينا. في عندي ميكانو ريسبتورز بيكونوا هناك بيصير لهم ستيميوليشن. الباراسمباثيتك فايبرز هون راح يشتغلوا، راح يروح يطلعوا على الساكرال ريجن، على منطقه الساكرال ريجن في السباينال كورد او اللي هي المكشريشن سنتر. اذا جاكم سؤال ايش المكشريشن سنتر، هي الساكرال ريجن في السباينال كورد. بصير بعد هيك عندي ترانسميت للسيجنلز، هاي تطلع عندي عن طريق الفايبرز بترجع لليورينري بلادر، تعمل ستيميوليشن لمور اند مور كونتراكشن. اذا متذكرين عن الباراسمباثيتك معناها انكريز او مور ستيميوليشن، تمام؟ فبتطلع بصير عندي زياده في الكونتراكشن، بيزيد عندي عمليه الكونتراكشن، يعني الموف اوف ذا يورين بيطلع. وهذا العمليه هاي بتعمل ريلاكسيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر، والبيرسون بيصير بيجي احساس انه هو بحاجه لانه ايش بده يتبول. إذا كان الانفايرومنت مناسب راح يصير في عندي ريلاكسيشن للاكسترنال يوريثرز. يتوقع أن هاي المعلومات حكيناها قبل هيك. أما إذا كان ما كان في مجال ما راح يكون في عمل ريلاكسيشن، لأنه الاكسترنال بيقدر، أو خلينا نحكي فالنتري، يعني بيقدر الإنسان يتحكم فيه زي ما بده بعكس الانترنال. وحكينا وقتها عن الأطفال إذا متذكر، هي مكتوبة إنه قبل السنتين ما بيقدروا بيكون عندهم تبول لا إرادي. ليش؟ لأنه ما بيكون عندهم المكشريشن سنتر أو السيريبرال كورتكس ما بتكون لسه نامية بشكل طبيعي وناضجة. هون ببين لكم الصورة لليوريثرا ولليوريترز زي ما أنتم شايفين. هون في عندي تو يوريترز، هاي اليوريثرا حكينا اللي هو المجرى أو الإحليل. بحكي لكم هون عن الميوكوزا انه بتقدر تتمدد زي الاستومك. وبيكون عندي هون برضو في الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر سموث موسلز وسكريتال موسلز اللي هو الفالنتري. اذا متذكرين السموث موسل معناها انفالنتري. في هون اللي هو الانرفيشن من وين بيجي، حكينا من منطقه الساكرال ريجن زي ما انتم شايفين. الباراسمباثيتك فايبرز كيف بيشتغلوا بيعملوا ستيميوليشن للكونتراكشن، وبعديها الانسان بيتبول. اما اذا كان في عندي سمباتيك فايبرز بيعملوا انهيبيشن او سبريس لهاي الكونتراكشن، وما بيصير في عندي عمليه التبول. اخر اشي هون اللي هو النورمال سيستوميتروغرام اللي هو عباره عن تيست بيشوفوا قديش في البريشر افتر فيلينج ذا بلادر، يعني بعد ما تتعبى المثانه بيشوفوا قديش فيها كميه الضغط. تقريبا بحكي لكم هو اراوند ال 200 ببلش عندي الثريشولد تاع الكونتراكشن، بعد هيك بصير في عندي كونتراكشن زي ما انتم شايفين هون. المكشريشن كونتراكشن بتبلش عندي المكشريشن ريفلكس اللي حكيناها فوق لما حكينا عن الميكانو ريسبتورز اللي بيكونوا موجودين وبصير لهم ستيميوليشن وبيطلعوا على الساكر ريجن والى اخره. لما الفوليوم يزيد عن ال 400 تمام بيكون عندي a steep rise in the pressure أو strong contraction. كل ما زاد عندي الحدة أو steep بيكون عندي contraction أقوى. هنا معلومات بتكون إيش معادة عن عملية المكشريشن اللي حكيناها، خلينا نقرأها سريع. The process of emptying the urinary bladder أو هي عملية التبول عن طريق two processes. تمتلئ عندي المثانة until the tension in its wall بيرتفع عندي above the threshold level، وبعد هيك بصير عندي النيرفس ريفلكس او اللي حكينا عنها المكشريشن ريفلكس تمام، اللي بتفضي عندي المثانه. هي عباره عن اوتوماتيك سباينال كورد ريفلكس، however it can be inhibited or facilitated by centers in the brain stem and cerebral cortex. بحكي لكم هون اذا كان في شخص عنده سباينال كورد انجري في منطقه الساكرال ريجن ما بيقدر يتحكم في عمليه المكشريشن، لانه لازم يكون في عندي الساكرال ريجن اللي هي السنتر تاعت المكشريشن بيكون صار في عندي فيها مشكله زي ما حكينا عن الاطفال، لانه ما بيكون عندي نوت ديفلوبد، بيكون هون عمليه المكشريشن بتصير اوتوماتيكلي. هيك بنكون خلصنا ماده الرينال المطلوبه منكم.
اي بكرر اي سؤال او استفسار ان شاء الله انه بنكون في خدمتكم، وسامحونا على اي تقصير او على اي خطا او على اي شيء ما كان واضح او قصرنا فيه. ما تنسونا من دعواتكم، وان شاء الله ربنا بيوفقكم في الامتحان. وطبعا حيكون في كويز حينزل اليوم لماده الرينال، يفضل انكم تحلوه، حيكون في اسئله منيحه يعني. فما تنسونا من دعواتكم، الله يعطيكم العافيه يا رب، نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.